الكل يعرف الانتخابات العراقية عانت من قطيعة من الجماهير، ولهذا دولة القانون والسوداني الآن يلعبون على الوتر النفسي مع الجماهير. عفوا، هذه القطيعة يجب أن يكون هناك تحرك جماهيري نحوه، فيقومون بتفكيك الأوراق. الآن هم اللعبة أنه يفكك تكتيكيا أمام الجمهور، أنهم هم مفككين، كل يريد رئاسة الوزراء له، أو يريد الانتخابات الفوز بها له. ولكن بالأخير هم ليسوا أعداء وليسوا خصوم، بل منافسين. أكو فرق تعرف جنابك، أكو فرق بين المنافسة وبين الخصومة وبين العداوة. هؤلاء الآن منافسين يريدون من هذه الحركات الإعلامية حقيقة جذب الجمهور، جذب الجمهور نحو الانتخابات. يعني بعد سنة من الآن، بعد سنة يلا يصير الانتخابات. نعم. يعني نعتقد أنه هذا الكلام مبكر جدا على هذه التصريحات من مسؤولين من الطراز الأول في الحكومة العراقية. لكنه موجود بالداخل، لكن يعني ألا تعتقد بأن فعليا هذا الصراع بين المالكي والسوداني ربما قد يقسم الإطار إلى جبهتين، وسيكون هذا الصراع كفيل بخسارة مدوية للتنسيق في الانتخابات المقبلة؟ نعم نعم، قد يكون هناك تأثير بالأرقام صعودا ونزولا. هذا يسموه بعثرة الأوراق. وبالأخير بعد نتائج الانتخابات، من تظهر الانتخابات وراها الكل يتحالفون. هذا مجرد أنه التأثير على سيكولوجية الجماهير لكي ينحازون من الآن إلى جهة معينة، حتى من تأتي الانتخابات لا تكون هناك قطيعة. لأنه حقيقة الانتخابات اللي البرلمانية السابقة والقبلها أكو قطيعة من الجماهير، وبالتالي هم يخشون على هذه البقية القليلة الذين يشاركون في الانتخابات. هذه البروباغندا، الصراع والدعايات المنافسة، هذه مجرد دعاية لكي يكون هناك أصوات لديهم. طيب. سيكولوجيا الجماهير راح تروح تنتخب، وبالتالي بالأخير عندما يحصدون الأصوات الكل سيئتلفون ويكونون بقائمة واحدة يعني في اختيار رئيس الوزراء. هذا وارد، لكن البعض يعني يعتقد غير ذلك. يعني ورأيك محترم أستاذ الأسعد، مثلا البعض يستند إلى ما يريده المالكي من تشريع مثلا قانون الانتخابات الجديد لقطع الطريق، طريق الولاية الثانية على السوداني. لا، هنا هذا لعب يصير مع التيار الصدري. لأن أكو رقم صعب، تعرف أنت التيار الصدري رقم صعب شعبيا، وهذا الانتخابات الدوائر المتعددة من ضمن المحافظة الواحدة أعطت نتائج جيدة، كون التيار الصدري يستطيع اللعب بوجود الجماهير وبتقسيم الجماهير في انتخاب الأجدر وحصد كل حلقة انتخابية حصد الأعلى. هنا هذا التغيير يحتاج المالكي، يعني يمكن هو يحاول أن تكون المحافظة هي رقعة انتخابية واحدة لكي يكون هو الصوت، يعني لا يصير تشتت بالأصوات. التيار الصدري يعرف يلعب على هذه الورقة، وأعتقد من الصعب جدا، تعرف حضرتك التيار الصدري خارج اللعبة السياسية هو رقم صعب. طيب.